البنت بتاعتي قالت لي ايه رأيك نخرج مع بعض، وانا ولا عمري ما يجي في بالي نتقابل مرة مع بعض. قالت بكرة الساعة 8، بس عشان خاطري ما تغيبش. لما حكيت لاصحابي قالوا لي اوعى تكبر او ما تروحش. قلت طب اعمل ايه، ما انا خايف يبقى معادنا ده كله حرام. وانا هقدر اروح وانا عارف ان كلامنا ده اي كلام. بس الاخر رحت قابلها، اعمل ايه ما خلاص حبيتها وبقيت لازم اسمع صوتها حتى ان شاء الله تقولي سلام. بس الساعة عدت 9 وانا من ساعة واقف خايف، يمكن نسيت او مش جاية، يمكن ما انا مش عارف. بعد شوية لقيت صاحبتها بتكلمني تقولي سامحها. قلت طب اعرف ايه اللي جرالها، قالت ضيف ولا كان على بالها. لما قابلها ما كانش في ايدها غير تقعد تسمعه في سكوت. قلت فهمت ده يبقى حبيبها، ردت لأ ده ملك الموت. فجأة لقيتني صحيت من نومي لسه الصدمة مقصرة فيا. افرض حصلت فعلا يوم، اعمل ايه في حياتي الباقية؟ ايوة بحب وعايز اكمل مع انسانة لقيتها هدية. يبقى البيت من بابه امان ولا ضيعش كمان ولا ثانية. واحنا في عز الفرحة بفكر بشكر ربي النعم الغالية. كنت هضيع وبحلمي خوف، رجعت لينا الضحكة العالية.